وفي حين ما زالت تساؤلات المصريين العاصفة تتردد عن كون أشرف مروان عميلا لإسرائيل، وفي حين ما زالت العقول الشعبية المصرية تتساءل مستنكرة، هل يعقل أن صهر عبد الناصر كان عميلا مميزا للموساد لدرجة أن يطلقوا عليه الملاك؟ وفيما كانت إسرائيل تقدم عشرات القرائن لتؤكد رويتها، بقيت التساؤلات المصرية بلا إجابة. وبينما ما زال المصريون يتساءلون في جنون، هل وصلت الخيانة إلى هذا الحد؟ وإذ بخبر يتعلق بنديم قلب الأسد يضربهم على أم رؤوسهم من جديد. مصر، مصر بخير يا رب. بنبني، بنبني في كل مكان وفي كل مجال، الصناعة والزراعة والاقتصاد والتعليم، الفنون والأداب، الجيش والعلوم. مستحيل ينكشف، لأنه زيه زي أي كالكوليتور في السوق. صناعة مصرية حقيقي 80%. خلي بالك من نفسك يا رب، البلد محتاجة لك قوي اليومين دول. وأنا رقبتي سدادة سدادة دي. واحد من أشهر الشخصيات المخابراتية والتي صدرها النظام للشعب، محمد نسيم ضابط المخابرات الشهير بنديم قلب الأسد، وواحد من ضباط الجيش المصري اللي انضموا لتنظيم الضباط الأحرار واللي شارك فيه ضمن الصف الثاني من رجال الثورة. عام 2009 كشفت جريدة صهيونية أن هشام الابن الوحيد لمحمد نسيم، أشهر من عرفه المصريون وأحبوه من رجال المخابرات، هشام اتجوز إسرائيلية في عام 97. انت بتقول ايه؟ ابن اشهر ضابط مخابرات مصري ومدير العمليات في المخابرات المصرية ورجل المهام الصعبة واهمها اعادة تقييم رأفة الهجان او رفعة الجمال، بنته طلعت ابنه اتجوز صهيونية. مندوب المخابرات العامة المصرية السابق اللي كان بيدور رفعة الجمال واللي بتشكك فيه إسرائيل بالمناسبة، هشام اتجوز صهيونية للأسف، وخلف بنت اسمها ياسمين، اتولدت أكتوبر 97 في الأراضي العربية المحتلة أو ما يسمى زورا وبهتانا إسرائيل. ومصر أسقطت عنها الجنسية لأنها خدت الجنسية الإسرائيلية وبتحمل جواز سفر صهيوني. تتصاعد الأسئلة متحولة إلى قنابل متفجرة، هل فعلا هذا هو حال من كان يدير الحرب ضد الصهاينة؟ كيف لصهر الزعيم الوطني أن يكون جاسوسا؟ كيف للابن الوحيد لأشهر جاسوس مصري في إسرائيل كما تقول المخابرات ذاتها يتجوز صهيونية وبنته تاخد جواز سفر صهيوني؟ دي أسرة كانت لسه بتتلزق فيه وبتقول قريبها، ونبيل حلفاوي صدق نفسه وقرب يكون نديم قلب الأسد علينا. لا طلع رأفة الهجان ولا جمعة الشوان، ده طلع السقوط في بئر سبع. هل حدث هذا لاحقا أم كان يسبقه ما يخزي ويشين؟ هل من السهل أن يتحول العدو اللدود دينيا وقوميا إلى أقرب الأقربين؟ هل ما كناش شايفين ولا ما كناش عايزين نشوف؟ هذه أبدا ليست محاكمة لأب بذنب ابن أو حفيدة أو صهر وكلهم آتيه يوم القيامة فرضا، هذه صرخة من أجل كتاب التاريخ حقيقي لهذه البلاد في السبعة عقود الأخيرة على الأقل، وهي العقود التي شهدت الصراع العربي الصهيوني وفي القلب منه مصر. من حق هذا الشعب أن يعلم يقينا من كان معه ومن كان ضده، من له ومن عليه. لا مستقبل قريب أو بعيد لمن كان تاريخه مزورا بفجاجة، ده حتى كان بيقول لك صنعنا آلة حاسبة سنة 68 واحنا مش عارفين نصنع الأستيكة لحد دلوقتي. تاريخ مزور بعنف، أنا لبلادي أن تستفيق من الغيبوبة التي أحكم العسكر خناقه عليهم. ياسمين بنت محمد نسيم إسرائيلية. الله غالب.